اهلا بيكم عشاق رياضة السيارات في مصر والشرق الاوسط. النهارده الجزء الثاني من حلقه تغطيه سباق ريفي توب، التغطيه الحصريه لاون تراك. خلصنا الحلقه اللي فاتت هيت 1 وشفنا كل اللي حصل فيها. النهارده معانا هيت 2 وهيت 3. كده ايه اللي حصل في الهيت الاولانيه؟ والله الحمد لله سوقت سواقه كويسه جدا، كنت مركز الحمد لله، قربت على الاوبستكلز المطلوبه. الحكام الحمد لله قالوا لي ان سواقتي كانت كويسه، بالنسبه للتراك العربيه ممتازه كانت جوه، فالحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله. ايه الجوله الجامده دي؟ والله حلوه جدا، عجبتك؟ الحمد لله. يمكن عشان اول مره ادخل تراك وانا مش حافظه، فداخل ومش في دماغي. لا بس انت كنت دايس عشان مش في دماغي، عارف ان انا ممكن في وقت اغلط واطلع، مش حافظ التراك بصراحه، فقلت خليها على الله واخش. هيت 1 الحمد لله احنا الاربعه تاهلنا من 25، بعد كده هيت 3 هنتاهل يبقى 16. يعني هدفنا النهارده ان احنا نطلع توب 10 وحد فينا يبقى بوديوم على الاقل خالص. بعد ما نزل 50 متسابق التراك تاهل منهم 25، تعالوا نشوف ال 25 متسابق عملوا ايه في هيت 2. يلا يا عمر وخش ودوس.
Thank you.
متسابقين نزلوا جولة تانية كسروا الدنيا، دخان مواتير شغل عالي قوي، لكن للأسف في ناس ما قدرتش تكمل لخطأ في خط السير، وفي ناس كمان عربياتها عطلت. لكن في النهاية نزلوا 25 متسابق اتأهل منهم للجولة الثالثة 16 متسابق. فريق ده فريق الابطال، فريق صم والبكم، موجود النهارده عشان يتابع بطوله الدريفت. انا عايز اسال بس الشباب اللي موجودين معانا، هما ايه اللي يخليهم يحضروا رياضه سيارات ويشوفوا بطولات الدريفت؟ قبل كده احنا جينا درافت السباق، قبل كده انا كنت فاكر ان هي رياضه عاديه. رحنا مجموعه كبيره من الصم اتفرجنا، لقيت فيها حاجات حلوه قوي، والاصوات بتاعت العربيات وشكل السباق. سمعت الصم كتير بيتكلموا على درافت السيارات وعلى طول السباق. اول مره انا على طول بروح الحاجات التقليديه العاديه، اول ما جيت وشفت سباق العربيات لقيته شيء جميل وحلو وفي حاجات حلوه قوي. فشكرا ان هم جابونا، وشكرا لكابتن سامح ان هو جابنا. انا جيت هنا السبب علشان انا نفسي ان انا اشوف اللي هو العربيات بتبقى عامله ازاي. انا بحب قوي ميكانيكه السيارات وبحب قوي اشوف الحاجات بتاعتها. اول مره اجي فيها شفت عربيات كتيره، البي ام، انا اصلا بحب البي ام، شفت الموتور بتاعها قوي جدا. وفي حاجات كتيره قبل كده انا كنت بشوف حاجات زي كده على النت من هم الصومه بتوع اوروبا، بس انا اول مره احضر حاجه زي كده. بعد كده ان شاء الله انا هاجي لان حبيت السباق. هي بتقول انا اول ما جيت هنا حسيت ان انا مش قاعده في مصر، قاعده في اوروبا. انا فخور بيكم جدا ان انتم موجودين معانا النهارده، ودايما تكونوا موجودين معانا، ويا رب السباق زي ده يبسطكم. وهستناكم كل سباق تتكرر معاكم تاني، وكل ما هتيجوا هتلاقونا معاكم. عايزك تقولي كده، اخبار البطوله ايه تنظيميا، واخبار المتسابقين ايه، انت شايفهم عملوا ايه النهارده؟ بصراحة أنا متفاجئ من تجهيزكم للسباق كجمهور، ما شاء الله كلياته تمام، تنظيم من مارشال، من حكام على أعلى مستوى، حتى المتسابقين. يعني من فترة أنا تقريبا إلي 8 شهور متجاي على مصر.
اهلا بيكم عشاق رياضه السيارات في مصر والشرق الاوسط. النهارده الجزء الثاني من حلقه تغطيه سباق ريفي طب التغطيه الحصريه لاون تراك. خلصنا الحلقه اللي فاتت هيت 1 وشفنا كل اللي حصل فيها. النهارده معانا هيت 2 وهيت 3. كده ايه اللي حصل في الهيت الاولانيه؟ والله الحمد لله سوقت سواقه كويسه جدا، كنت مركز الحمد لله، قربت على الاوبستكلز المطلوبه. الحكام الحمد لله قالوا لي ان سواقتي كانت كويسه بالنسبه للتراك، العربيه ممتازه كانت جوه، فالحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله. ايه الجوله الجامده دي يا كابتن؟ والله حلوه جدا، عجبتك؟ الحمد لله. يمكن عشان اول مره ادخل تراك وانا مش حافظه، فداخل ومش في دماغي. لا بس انت كنت دايس عشان مش في دماغي، عارف ان انا ممكن في وقت اغلط واطلع مش حافظ التراك بصراحه، فقلت خليها على الله واخش. اهلا بيكم عشاق رياضه السيارات في مصر والشرق الاوسط. النهارده الجزء الثاني من حلقه تغطيه سباق ريفي طب التغطيه الحصريه لاون تراك. خلصنا الحلقه اللي فاتت هيت 1 وشفنا كل اللي حصل فيها. النهارده معانا هيت 2 وهيت 3. قولي كده ايه اللي حصل في الهيت الاولانيه؟ والله الحمد لله سوقت سواقه كويسه جدا، كنت مركز الحمد لله، قربت على الاوبستكلز المطلوبه. الحكام الحمد لله قالوا لي ان سواقتي كانت كويسه بالنسبه للتراك، العربيه ممتازه كانت جوه، فالحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله. ايه الجوله الجامده دي يا كابتن؟ والله حلوه جدا، عجبتك؟ الحمد لله. يمكن عشان اول مره ادخل تراك وانا مش حافظه، فداخل ومش في دماغي. لا بس انت كنت دايس عشان مش في دماغي، عارف ان انا ممكن في وقت اغلط واطلع مش حافظ التراك بصراحه، فقلت خليها على الله واخش. هيت 1 الحمد لله احنا الاربعه تاهلنا من 25، بعد كده هيت 3 هنتاهل يبقى 16. يعني هدفنا النهارده ان احنا نطلع توب 10 وحد فينا يبقى بوديوم على الاقل خالص. بعد ما نزل 50 متسابق التراك تاهل منهم 25، تعالوا نشوف ال 25 متسابق عملوا ايه في هيت 2. Thank you.
اهلا بيكم عشاق رياضة السيارات في مصر والشرق الاوسط. النهارده الجزء الثاني من حلقه تغطيه سباق ريفي توب التغطيه الحصريه لاون تراك. خلصنا الحلقه اللي فاتت هيت 1 وشفنا كل اللي حصل فيها. النهارده معانا هيت 2 وهيت 3. كده ايه اللي حصل في الهيت الاولانيه؟ والله الحمد لله سوقت سواقه كويسه جدا، كنت مركز الحمد لله، قربت على الاوبستكلز المطلوبه. الحكام الحمد لله قالوا لي ان سواقتي كانت كويسه بالنسبه للتراك، العربيه ممتازه كانت جوه، فالحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله. ايه الجوله الجامده دي؟ والله حلوه جدا، عجبتك؟ الحمد لله. يمكن عشان اول مره ادخل تراك وانا مش حافظه، فداخل ومش في دماغي. لا بس انت كنت دايس عشان مش في دماغي، عارف ان انا ممكن في وقت اغلط واطلع مش حافظ التراك بصراحه، فقلت خليها على الله وخش. اهلا بيكم عشاق رياضة السيارات في مصر والشرق الاوسط. النهارده الجزء الثاني من حلقه تغطيه سباق ريفي توب التغطيه الحصريه لاون تراك. خلصنا الحلقه اللي فاتت هيت 1 وشفنا كل اللي حصل فيها. النهارده معانا هيت 2 وهيت 3. كده ايه اللي حصل في الهيت الاولانيه؟ والله الحمد لله سوقت سواقه كويسه جدا، كنت مركز الحمد لله، قربت على الاوبستكلز المطلوبه. الحكام الحمد لله قالوا لي ان سواقتي كانت كويسه بالنسبه للتراك، العربيه ممتازه كانت جوه، فالحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله. ايه الجوله الجامده دي؟ والله حلوه جدا، عجبتك؟ الحمد لله. يمكن عشان اول مره ادخل تراك وانا مش حافظه، فداخل ومش في دماغي. لا بس انت كنت دايس عشان مش في دماغي، عارف ان انا ممكن في وقت اغلط واطلع مش حافظ التراك بصراحه، فقلت خليها على الله واخش. هيت 1 الحمد لله احنا الاربعه اتاهلنا من 25، بعد كده هيت 3 هنتاهل يبقى 16. يعني هدفنا النهارده ان احنا نطلع توب 10 وحد فينا يبقى بوديوم على الاقل خالص. بعد ما نزل 50 متسابق التراك اتاهل منهم 25، تعالوا نشوف ال 25 متسابق عملوا ايه في هيت 2. كانت ماشيه ازاي؟ والله اليوم كان لطيف جدا، والمتسابقين مستواهم متحسن قوي الصراحه. يعني احنا كنا بندور على حاجات معينه في التحكيم،
شفناها فيهم الصراحه، والموضوع كان لطيف جدا. فانا الصراحه انا اتبسطت من اليوم كله واتبسطت من الايفنت. كان صعب قوي، المتسابقين قريبين كلهم من بعض، فكان صعب ان انت تطلع حد عن حد. هو الصراحة كان في متسابقين اصلا بتفرق معاهم بنقط، وفي احيانا كان نص نقطة كمان، بس الموضوع كان فيري كومبتيتيف، يعني الموضوع كان لطيف جدا. معانا احمد اسامة من كوفرتينا. ايه يا ابو حميد، ايه الاخبار وايه رايك في اليوم؟ لا اليوم حلو قوي، تمام، كنت احسن من كنت متصور بصراحة. طب انت النهاردة شركة كوفرتينا دخلت سبونسر للبطولة بتاعت النهاردة، لو البطولة دي هتتعمل تاني كوفرتينا تدخل تاني؟ اكيد طبعا، احنا طبعا احنا ورا الشباب ومدعم الشباب، واي حاجه فيها شباب احنا معاهم على طول. يا ترى التنظيم اخباره ايه معاك؟ اكتر من رائع بجد، اكتر من رائع. فريق ريفي طب فعلا قام بما هو عليه، بطوله قويه جدا. يعني بصراحه انا فخور ان احنا عندنا حاجه بالتنظيم ده وبالقوه دي. قول لي يعني ايه بقى التعب والمجهود اللي انت عملته انت والتيم بتاعك عشان نطلع يوم بالقوه دي؟ لولا العمل الجماعي ما بيني وما بين فريق العمل اللي معايا، الكابتن محمد ضياء، الكابتن ياسمين، الكابتن طارق ضياء، الكابتن هيثم العسوي، الناس دولت وقفوا في ظهري، دول التيم بتاعي، دول فريقي، دول فريق العمل. انضم علينا ناس انا ما كنتش متوقع ان هم في يوم من الايام ممكن ينضموا علينا، كابتن سامي القلاوي انضم علينا، كابتن طارق بسيوني انضم علينا. بصيت لقيت الناس بتمد لنا يد العون. عايز اقول لك ان انا كنت حاسس ان انا وسط اسره، وسط عيله، مش وسط طاقم عمل. كنا بنتعامل مع بعض ان احنا بنبات في أرض التراك اللي انتوا شايفينها دي، الأرض دي احنا كنا بنبات فيها فعلا، مش مجاملة. حطينا أربع خمس خيم وكنا بننام، ما كناش بنسيب دقيقة غير لما بندرس هو الجمهور ممكن يزعل من إيه. التنظيم مش مجرد إن انت بتجيب خيم وترصها، لا، أي حد ممكن يعمل الكلام ده، لكن انت ممكن إن انت تدور على راحة الناس. هتتعب شوية لكن هتريح الناس، وفي الآخر هتبص تلاقي نفسك انت المستفاد وانت المستريح. المرة دي أنا الحمد لله والشكر لله أول منظم يعمل فرق للدريفت، وكان ليها مغزى. بطولة الدريفت بيطلع منها أول وتاني وتالت، طب بقيت الخمسين متسابق اللي تعبوا في عربياتهم، حطيت نفسي مكانهم. واحد شقيان في عربيته وطلعان عينه، بيروح يسهر في عربيته بالأسبوع وبالاتنين عشان يجي جولة زي دي، أسيبه يروح كده؟ صراحة موضوع الفرق ده كان جامد، يعني أنا نفسي انبهرت منه، لأن إحنا ما شفناش الكلام ده طبعا في أي بطولات للدريفت في مصر، يعني ولا حتى تقريبا كمان في الشرق الاوسط انا ما شفتش الكلام ده. بس كل اللي احنا مطالبينه منك ان احنا عايزين مستوى زي ده او احسن لو امكن، اقل من كده احنا مش هنسمح. لا هو بص، ما سالت المستوى دي انا حطيت نفسي خلاص في حته انا مش هينفع انزل عنها، لان نزولي عنها الجمهور هو اللي بيقيم، ما فيش حد بيقيم نفسه، الجمهور هو اللي بيقول على الحاجه الحلوه حلوه والحاجه الوحشه وحشه. اما بقى بخصوص اون تراك قناه النهار، فانا احب يعني اقول كلمه كده صغيره، انتوا طاقم عمل رائع بجد، سواء من اصغر واحد لاكبر واحد اللي هو حضرتك، للمخرج، للمنفذ، للمصور، الاضاءه، انتوا طاقم عمل رائع. انتوا ما سبتونيش في ولا حاجه، انا اول مره بجد احس ان في ناس قلبها عليا اكتر من نفسي. انا بشكر قناه النهار، بشكر برنامج اون تراك، وان شاء الله ان شاء الله مش هيبقى في حد غيركم معايا لو فضلنا على هذا المستوى. خلصت بطولة ريفي توب للدريفت الجولة الثانية، اليوم كان قوي جدا، تنظيم كان قوي جدا، وفي الآخر نقول مبروك للثلاثة اللي كسبوا، هيثم سمير في المركز الأول، سيد غريب في المركز الثاني، ومحمد زردق في المركز الثالث، مبروك طبعا للثلاث متسابقين، لكن في النهاية البطولة كانت ولا أروع، وننتظر تاني يكون عندنا بطولات تاني بالقوة دي. أشوفكم على خير الأسبوع الجاي، سلام. بعد ما بسطت الناس كلها، فريق بتاعك فريق ريفي توب مرة ان هو يديك شهادة دي، انا اهي الشهادة دي بتقول القائد سامح عبد القوي نتوجه اليك بكل الشكر والتقدير لما تبذله من جهود لاعلاء اسم ريفي توب، فريقنا الذي اسسته على مبادئ الاخلاق والنظام والاخلاص، ودائما سنتبع خطاك ونهجك عن ثقة كبيرة بك. دمت قائدا صابرا مثابرا متحديا مقدما، ودمنا نحن لفريقنا مخلصين. والصوره بتاعتك هنا، نشجع الكابتن سامح عبد القوي قوي بقى، اسمع صوت الكابتن سامح.